الحمد لله الحمد لله، دوز العام لي على خير وبخير. انا غادي نمشي معكم داكشي تدريجيا وغادي نعاود لكم كل شيء. صباح النور البنات، صباح الخير. شوفوا شوف هاد الحبوبه دابا هاد فين خرجت ليا. دابا الشنط تاخد داكشي اللي خديت انا تاخدو انت. اليوتيوبرز ندى حسي تخضع لعملية تجميل بالإمارات. أياما قليلة بعد انتقالها إلى الإمارات، قامت صانعة المحتوى الشهيرة ندى حسي بالخضوع لعملية تجميل وتقويم للأنف. ونشرت ندى حسي كارديشان المغرب صورة لها عبر ستوري على سناب شات معلقة عليها نتيجة عملية تجميل الأنف وتكساس. وكانت ندى حسي قد اقتنت شقة فاخرة في إمارات دبي وانتقلت للعيش فيها مباشرة بعد مغادرة زوجها نزار السبيطي للسجن. صباح النور، صباح الورد، صباح الخير. وانت كنغيب دابا؟ شتي؟ اه راسي بدات. دابا تحسي بوالو ما غتحسي. شتي البيت شحال ساهل. شتي الناس اللي تيخافوا من البرد. والله عرفتي. شتي البرد داروا لك بلاصة السيرو. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.